الكرام في كل مكان، تحية من القلب واللي متابعينا كمان على قناة ايجيبت وان. النهاردة من خلال مسابقتنا الغنائية هيكون معنا مجموعة من الشباب الصاعد واللي هيسمعنا أغاني لزمن الطرب الجميل، واللي هيكون الحكم الأساسي في نجاح الفائزين إن شاء الله معنا هو حضراتكم من خلال دعمكم والكومنت كمان المشاهدات بتاعتكم واللايك. كل ده وهنشوفه مع بعض على ايجيبت وان. وأول متسابق معنا النهاردة أمير الشيخ 37 سنة. أيام 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 بتجري بينا من غير ما نحسها، أيام وأيام بتضيع وبنبكي بعدها، أيام يا ما يعلم بينا قاسية وصبرين علينا، أيام ما يعلم بينا قاسية وصبرين علينا. نهرب نروح لفين نشكي يا ناس لمين، نهرب لفين نشكي يا ناس لمين، ما بقاش في الدنيا امان القسوة في كل مكان، والرحمة ضاعت يا زمان الناس كلها تايهين تايهين تايهين. أيام أيام ما يعلم بيها، أيام قاسية وصبرين عليها، لا حضن بيدفع ولا صبر بيكفي، اللي ويتصفي عدوي مش حبيبي. أيام أيام ما يعلم بيها، أيام قاسية وصبرين عليها، لا حاجة بتفرح ولا دمع بيريح، القلب متجرح الحب مش حقيقي. أيام هتروحوا فين من ربنا، هتروحوا فين ياللي جرحتوا قلبنا، هتروح وحياة قساوي قلبكم يجيبكوا يوم تيجوا في طعم الألم ويا الهموم، وحياة قساوي قلبكم يجيبكوا يوم تيجوا في طعم الألم ويا الهموم، كفاية قسوة كفاية لكل ظلم نهاية، هتروحوا فين كان في زمان قبليكم حاسين كده زيكم، دلوقتي فين راحوا راحوا وفي الليلة راحوا، راحوا وفي الليلة راحوا، ما بقاش ما حد بيشتري المخلصين، الدنيا فتحت حضنها للكدابين، هاتولي واحد يشتري من العذاب الغير ما ياخد التمن من غير حساب، هاتولي واحد يشتري من العذاب من غير ما ياخد التمن من غير حساب، هاتولي الصبر هاتولي عد الجراح عدولي، عدولي الصبر عدولي عد الجراح عدولي، وقولوا لي كام المر أكتر ولا الدم أكبر ولا الألم. يلا ياما ياما ظلمونا ياما يا
ماشيين في السكة كلها أسوأ وعذاب، الدمع فيها والقلب من غير حساب. أنا عايش لإمتى من جرح منقولش حب ضيع عمرنا وتعب. يلا الدنيا تعب فينا، الحزن علم فينا، الدنيا تعب فينا والحزن علم فينا، والحلم ضاع النار بتحرق فينا ولا حد حاسس بينا، الكل باع. يلا بينا باعونا باعونا كل باعونا 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 الكل باعونا. حرام عليك يا زمن حرام عليك، الحد معنا يا زمن حرام عليك، الدنيا غابت شمسها ومزانا مال، الناس قلوبها اتحضرت لحالها، الدنيا غابت شمسنا ومزانا مال، الناس قلوبها اتحضرت لحالها. راح اللي راح ورضينا، الحزن علم فينا والحمل مال، امتى الفرح هيجينا يمسح دموع علينا، الصبر طال يا ليالي ادي حالي، يا ليالي ادي حالي، ايام ايام ما يعلم بيها، ايام قسوا صدرنا عليها، ما بقاش في الدنيا امان، الأسوأ بكل مكان، الرحمة ضاعت يا زمان، الناس كلها تايهين تايهين تايهين. ورجعنا لكم من جديد، ومعنا النهاردة رؤية إسماعيل 21 سنة. وحشاني معاه حاجات، أهمل في سؤاله عني وما جاش من يوم ما مات، نضرته وسعته لسه عرف في مكان ما سابهم، وهدومه جواه كسوم وجداد من يوم ما جابهم. أنا أبويا وحشني جدا، وحشاني معاه حاجات، أهمل في سؤاله عني وما جاش من يوم ما مات، نضرته وسعته لسه عرف في مكان ما سابهم، وهدومه جواه كسوم وجداد من يوم ما جابهم. نفسي اتكلم معاه واحكيله عاللي تم، وهقوله مين في مرضه زاره ونقله دم، عشان خبيت عليه، واحلف له اني نفسي لو يوم المس ايديه، واعمل له شاي خفيف واقسم وياه رغيف، كان حضنه جمعنا لما كان صوته فيه ونس، وكتير بقعد معاه واشكيله من الحياة، انا عارف انه ساعه
متأكد إنه حس ما هو برضو الموت لا يمكن يقتل في الناس شعورها وما فيش في الدنيا شجرة تقطع من جذورها وما فيش في الدنيا راحة إلا وسايب ورا واحد من صلبه شبهه يدعيله في الصلاة أنا أبويا وحشني جدا وحشاني معاه حاجة بطلت أعملها وحدي من ساعة لما ما مشاهدنا في كل مكان، يا ريت نكون انبسطنا النهارده من الاصوات اللي سمعناها. لسه في اكتر واكتر، تابعونا على ايجيبت 1.